السلام عليكم العم مختار، جزاك الله كل خير. أتوقع شرحت لك هذه المشكلة سابقا بالنسبة للسيارة التويوتا أفنزيس. مشكلة الار بي ام عندما يشتغل التكييف السيارة، إن كان البارد أو إن كان الساخن، لكن التكييف يشتغل بشكل طبيعي إن كان الساخن أو البارد، والسيارة تعمل بشكل جيد. لكن هذه المشكلة لدينا بالنسبة للار بي ام، ينزل ويطلع بهذا الشكل فقط عندما أشغل تكييف السيارة. نصحتني أنت جزاك الله كل خير بأني أقوم بتنظيف الاي جي اير، وفعلت ذلك بشكل جيد. نظفت الاي جي اير من الأوساخ والكربون وتم كل شيء بشكل سليم، والآن ظلت هذه المشكلة تعيد الار بي ام فقط عندما يتم تشغيل مكيف السيارة إن كان الساخن أو البارد. لكن هذه المشكلة تكون فقط عندما أشغل مع التكييف كبسة الآسي، هي هذه الكبسة. الآن تكييف السيارة داير، لكن مشكلة الار بي ام ينزل ويطلع فقط عندما أشغل هذه الكبسة، لكن عندما يكون التكييف داير لوحده بدون من غير ما نكبس هاي الكبسة، الار بي ام يكون مستقر تماما. لكن عندما أشغل هذه الكبسة الآسي، يعود الار بي ام ينزل ويطلع. الآن أريك أن أطفئ هذه الكبسة الآسي، لكن التكييف داير بشكل طبيعي. الآن فقط أطفأنا هذه الكبسة، الآن الار بي ام مستقر بشكل طبيعي، لا توجد هناك أي مشكلة. عندما طفأنا كبسة الآسي وما زال التكييف مكيف السيارة يدور بشكل طبيعي، لا أعرف أين تكون هذه المشكلة بالضبط. يعني العم مختار، يعني هل هي مشكلة بالتكييف أو مشكلة بحساس الهواء أو مشكلة ما أعرف، يعني مروحة السيارة، لا أعرف بالضبط أين يمكن أن تكون هذه المشكلة. أرجو أن تفيدني بمعلوماتك القيمة وحسب خبرتك العظيمة، أين يمكن أن تكون هذه المشكلة. أنا قمت بتنظيف حساس الهواء، فقط قمت بتنظيفه بشكل عادي، وعملت تنظيف الـ AGR كما نصحتني أنت، والآن هذه هي مشكلتي. أرجو أن يعني تنصحني، ما هو رأيك؟ الآن تكييف مكيف السيارة داير كما تشاهد، والعداد الار بي ام ما زال مستقر، ليست هناك أي مشكلة، لكن فقط عندما أشغل
هذه الكبسة فقط. عندما أشغل هذه الكبسة، عداد الـ RPM يعاود ينزل ويطلع. الآن أريد أن أريك مرة أخرى. الآن كبسنا هذه الكبسة الـ RC. الآن الـ RPM عاود يطلع للواحد تقريبا، والآن يبلش بعد ما كبسنا كبسة الـ RC يبلش الـ RPM ينزل ويطلع زي ما شاهدنا قبل قليل. الآن كبسة الـ RC شغالة. الآن بدأ الـ RPM ينزل ويطلع بعد ما كبسنا كبسة الـ RC والتكييف داير. بلش الـ RPM ينزل ويطلع بهذا الشكل. لكن ما أعرف ما هي أين تكون المشكلة يعني في هذه الحالة. يعني الغريب أنه تكييف السيارة كما شاهدت عمي مختار يكون داير من غير ما أكبس كبسة الـ RC، حينها يكون الـ RPM مستقر بشكل طبيعي، لكن أضيف عليه بعد ما أكبس كبسة الـ RC فقط عندها يصير الـ RPM ينزل ويطلع. في هذا الشكل. أرجو أن تفيدنا معلوماتك القيمة وتنصحنا أين يمكن أن تكون المشكلة لكي نعرف أين يمكن أن يكون الخطأ، أو بماذا يمكن أن يكون الخطأ، بأي جهة. الآن كبسة الـ RC شغالة. الـ RPM كما تشاهد ينزل ويطلع. الآن أريك مرة أخرى، أريد أن أطفئ كبسة الـ RC والمكيف التكييف السيارة داير. الآن طفأت كبسة الـ RC طفأت والمكيف داير. المكيف داير من غير كبسة الـ RC. الآن الـ RPM مستقر هنا، لا يتحرك.
كما تشاهد الآن عم اختار الآن تكييف السيارة داير كبسة الآسي مطفأة والعداد الار بي ام مستقر. شكرا لك العم مختار.